المؤتمر النهاردة بيقام في مصر بالشبكة المصرية للتقييم، وهي منظمة غير حكومية تعمل في مجال التدريب على التقييم والمتابعة للمشروعات التنموية، وهي عضو في الشبكة العربية للتقييم اللي بتعمل على نشر خبرات التقييم والمتابعة في الدول العربية ومبادئ التقييم والمتابعة. احنا كحكومة مهم جدا ان احنا نهتم بدعم مثل هذه المجهودات اللي بتصب في قدرتنا على تقييم شغلنا وعلى فكرة المحاسبة والمساءلة اللي احنا ملتزمين بيها كحكومة، ان احنا نقدم دايما لمجتمعنا كشف حساب عن اعمالنا وعن انشطتنا، نقيم البرامج والمشروعات التنموية حتى نتخذ القرارات المناسبة لدعم بعض المشروعات او لإيقاف بعض المشروعات، لدعم البرامج وإيقاف البرامج اخرى، لتبني سياسات او الابتعاد او تغيير سياسات اخرى. لازم يكون قائم على بيانات ومعلومات وتقييم حقيقي للمشروعات وللآليات العمل وللأثر ولنتائج المشروعات والبرامج. فمن هنا أهمية هذا المؤتمر. 2015 هو العام الدولي للتقييم. أنا أتمنى أن الإعلام كمان يتعاون معنا كشريك أصيل في التنمية، مش كشكل تغطية مؤتمرات أو أحداث أو مشروعات، ولو أن التغطية كمان مهمة، لكن كمان مهمة أوي أن الشريك الإعلامي يشترك معنا كمدافع عن حقوق التنمية، كمدافع عن حقوق الفقراء، ينزل الميدان مع المشروعات التنموية ومع البرامج، فيقدر يساعدنا في نشر ثقافة التنمية وفي نشر ثقافة النوع الاجتماعي وفي نشر حقوق الفقراء. نحن هالأسبوع بالقاهرة لحتى نطلق بالعالم العربي 2015 السنة الدولية للتقييم. التقييم شغلة كتير مهمة، مش لحتى نقول مين عمل صح ومين عمل غلط، تقييم مهم لحتى نتعلم، وبس نتعلم نقدر نحسن ونطور عالمنا العربي. الحقيقة المؤتمر التقييم ده مهم قوي، لأنه هو زي ما حضرتك عارف إن هو بالشعلة أو هو الإيفنت الرابع في سنة التقييم. لكن أهم ما يميز هذه السنة هو التركيز على التقييم الحساس للنوع الاجتماعي أو التقييم الذي يؤدي إلى العدالة الاجتماعية. I'm here in Cairo today to attend the EvalMENA conference. It's a conference of evaluators and government officials and civil society and parliamentarians from all over the region to discuss about the importance of evaluation in a national evaluation capacity and national evaluation decision making. Just two key messages from this conference. The first one is the importance of partnership. If we want to strengthen the country capacities to evaluate its own evaluation in its own national policies, national development policy, this should be done in partnership, government, civil society, academia, United Nations and all other stakeholders. The second key message is the importance of involving young evaluators and female evaluators in these processes so that we make sure that the different perspectives are taken into account.